تعد محافظة زرقاء ثاني أكبر مدينة مزدحمة سكانيا، حيث يتراوح عدد المراكز الصحية فيها والمستشفيات قرابة 50 مركز صحي ما بين أولي وشامل وفرعي، وتسع مستشفيات ما بين حكومي وعسكري وخاص، إلا أن القطاع الصحي لا زال يعاني من عدة مشاكل كان للمواطنين رأي بها. مش كل المستشفيات، بعض المستشفيات بحاجة إلى الخدمة العامة من ناحية النظافة، وبحاجة إلى خدمة البنية التحتية، لأن بعض المستشفيات قديمة ومبانيها قديمة، فهي بحاجة إلى صيانات عامة. يعتبر حق الرعاية الصحية حقا للمواطن على دولته، فمن واجبها توفير مكان للعلاج وتقديم العلاج المناسب والرعاية الصحية التامة. أنا كنت والله بالثلاث أربعة أيام بمستشفى فيصل، وتركوني والله قاعدة، وأنا كانت رجلي يعني توجعني، كانت وارمة وتركوني، يعني ما عملوا لي شيء غير بعد ساعة، ومش مأمنة روحي اشتري أنت الدواء من برا وخلوني أمشي أنا أشتري وأنا رجلي وارمة. طيب لفوا لي اياه، في شي بندج اطلع انت اشتري البندج من برا لانه احنا عندنا غالي لانه انت مو مأمنة. تباينت آراء المواطنين ما بين شاكر وساخط حول طبيعة الخدمات الصحية المقدمة من المراكز الصحية والمستشفيات اعتمادا على طبيعة القطاع من خاص حكومي وعسكري. بالنسبة للمراكز الصحية بطلنا نروح عليها لانه بنروح ما فيها الخدمة زي الناس، بعدين أزمة، وحتى لو راح الواحد أخذ طفله أو كذا ما بفحصوا زي الناس. مش كل المستشفيات نفس المستوى، في مستشفيات بتكون مستواها يعني عالي، مستشفيات بتكون مستواها واطي، يعني الخدمة أحيانا الخدمة أحيانا أي شيء هناك ما بكون يعني فيه. مش زي ما بتدفعي بتأخذي أحيانا. وضع المستشفيات سيء جدا وأطباء فاشلين، يعني أطباء لا يفقهوا شيء في الطب إلا من رحم ربي. ربما نحتاج لآلية خاصة تعتمد على تقنيات حديثة في تنظيم القطاع الصحي وتوفير العلاج المناسب لكل فرد في هذا الوطن. أسماء إبراهيم لبرنامج من نوفينا.